بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي بناتي طلبة وطالبات الصف الأول الثانوي الصناعي، أهلا ومرحبا بكم. النهاردة لقائنا مع حل اختبار آخر العام الدراسي عام 2022. هناخد الامتحان كامل كمراجعة بجميع أنواع الأسئلة بتاعته. طبعا احنا حلينا قبل كده تشوز ذا كوريكت انسر، بس هنعمل عليها مراجعة بسيطة كده وسريعة. الراجل بيقول لنا في أول سؤال choose the correct answer، يعني اختار الإجابة الإيه الصحيحة، وبيديني أربع اختيارات. بيقول لي if you drop a brick into a bucket of water، إذا أنت رميت ها أو أسقطت حجر في دلو به ماء it، هتحصل لها إيه الحجرة دي؟ قلنا الإجابة بتاعتنا it will sink، it will sink، ودي قاعدة will. السؤال الثاني I like the mobile phone not the antenna، أنا بحب الموبايل. عايز أقول له بدون الإيه الهوائي بتاعه أو الأريال بتاعته، يبتدي يقول له إيه without without without، بدون الأنتنة أو بدون الهوائي. قلنا بلاستيك از ريجيد، قلنا البلاستيك جامد، البلاستيك ناشف، تمام. السؤال الرابع the opposite of empty، عكس الاوبزيت، يعني كلمة عكس of empty من كلمة ايه؟ من كلمة empty، قلنا عليها فل مملوء، تمام. قلنا ده فارغ وده ايه؟ مملوء. واحد قال لي طب فيل يا مستر يعني ايه؟ قلت له شعور. وفل يا مستر، قلت له يعني وقع او سقط، تمام. وفول ايضا يقع، تمام. السؤال الخامس، السؤال الخامس، تمام. نمسح ايه؟ نمسح العلامات دي كده كلها عشان نبتدي من اول وجديد. السؤال الخامس بيقول لي هاو نقط اويل دو يو نيد، الاويل لا يعد يا ولادي، يبقى هاو ماتش على طول وانت مغمض، هاو ماتش وانت هاو ماتش وانت مغمض، تمام. ده بالنسبه للحاجات اللي هي مش بتتعد. السؤال اللي بعد كده ستة the volume of the box is 40، خد بالك الفوليوم يعني الحجم، يعني بناخده كيوبيك، تمام. كيوبيك يعني ايه يا ولاد؟ مكعب، مكعب، يبقى 40 متر مكعب للحجم. سبعة would you mind not please not smoking please not smoking please، بتقول له حد انه يتبطل التدخين، بتقولوش ايه ها would you mind not to smoke او smoke، لا smoking بالاي ان جي. تمانية the نقط of the window is 2 meters، قلنا the width العرض بتاع الشباك، تمام، بيكون 2 متر. السؤال التاسع هيلمت اللي هي الخوذة، جاردس والحافظات، اند بادز ماست بي، والحاجات كلها اللي بيلبسها الراجل في الورشة بتاعته ماست بي ايه؟ ماست بي وورن، لابد ان هما يرتدوا اثناء الايه؟ العمل في الورشة. عشرة 2 by 3 يعني 2 × 3 بستة باي 6، ستة في ستة ار، ستة في ستة بكام يا ولاد؟ 36، 36. بكده يكون انتهى الايه؟ السؤال الاول، انتهى السؤال الاول. برضو نمسح الايه؟ الاشارات ديت عشان ما تفضلش معانا. اما السؤال الثاني يا ولاد اللي هو supply the missing parts، بيجي ديالوج زي ده كده ويبقى فاضل له عايز 3 جمل، دي جمله 2 3، مهم جدا ان انا اقرا الجمله اللي قبليها او الجمله اللي بعدها، يعني اشوف دي ايه الاول بتقول ايه، يعني ده حوار ما بين سامي ومين؟ وحامد. سامي بيقول له حامد would you mind bringing me that spanner، ممكن يا حامد ها تناولني او تديني المفتاح ده، تمام.
فهنا هقول له yes I would. ها I would. yes I would. كده ممكن نكتبها كده وخلاص. yes I would. او هنا بقول له ايه، ممكن يقول له ايه which one do you need. which one do you need. ليه يا مستر قلت which one do you need هنا؟ لان هو قال له I need the short shiny one، انا عايز المفتاح القصير اللامع. يبقى حدد له. طب هو حدد له بناء على ايه يا اولاد؟ هو حدد له بناء على ايه؟ قال له I need. ليه؟ يبقى اكيد حامد قال له، ها قال له which one do you want which one do you want وهكذا. لو حاولنا نكتبها هنا، لا صعب. حاولنا ان احنا بقدر المستطاع نحل المسألة في ورقة تانية عشان بس نشوف ايه الحوار بيجري ازاي. فسامي قال له حامد would you mind bringing me that spanner، ممكن تجلب الي او تعطيني هذا المفتاح. فحامد لقى كذا مفتاح قصاد منه، فقال له which one do you need. مين اللي قال لك كده يا مستر تعمل كده؟ الجمله اللي بعدها هي قال له I need the short shiny one، انا عاوز المفتاح القصير اللامع. شايني يعني ايه يا اولاد؟ يعني لامع، وشورت يعني قصير. خلاص فحامد خلاص قال له اوكي هير ات از، هو ده المفتاح جبته لك اهو. تمام. فسامي قال له and could you repair، هو ممكن تصلح the two sockets please، ممكن تصلح الاثنين sockets دول please. فهيرد عليه حامد قال له yes yes of course. ده مثال صغير على الديالوج. بعد كده بتيجي بتقابلنا الكومبرهنشن او القطع، ريد كومبرهنشن، بيديني قطع كده وبيديني عليها حوالي خمس اسئلة. تمام، حوالي فعلا خمس اسئلة، سؤالين و او ست اسئلة كمان، سؤالين واربع تشوز، سؤالين انسر واربع تشوز، زي ما هنشوفهم مع بعض. طيب نقرأ القطع الاول تمام ونفهم بنتكلم عليه. read the following then answer the question، اقرأ التالي ثم اجب على الاسئلة. electricity plays a very important part in modern life، بيقول لي ان الكهرباء بتلعب دورا هاما، ها او جزءا هاما في الحياة الحديثة in modern life. it is the power، هذه هي القوة that is usually used in modern buildings، في التي تستخدم في المباني الحديثة to provide light، علشان توفر الضوء and to make machines work، وتجعل الماكينات تشتغل او تعمل. people have learned، الناس اتعلموا how to make electricity، كيف يصنعون الايه الكهرباء. they get light، حصلوا على الضوء and heat from it، و يقصد بيه الهيت الحرارة. they use it، هم يستخدموها to drive trains، عشان يستخدموها في قيادة القطارات and work radios، وبيخلوا بيعملوا بيها الراديو وريكوردز، وكانت المسجلات في حاجة زمان كانت تسمى الايه المسجلات. washing machines ماكينات الغسيل، refrigerators الثلاجات and television sets ومجموعات ايه التلفزيون ومجموعات التلفزيون. نشوفوا الاسئلة مع بعض اللي هي موجودة معنا. زي ما انا قلت لك في سؤالين answer the following questions. السؤال الاولاني where يعني اين يا اولاد، where يعني ايه، يعني اين. where do we get light and heat from، هو احنا بنخدم الضوء والحرارة منين. طبعا هنلاقي كلمة electricity من الايه، من الكهرباء from electricity.
تاني حاجة بيقول لي ايه، mention some equipment، اذكر بعض المعدات run by electricity، بتشتغل بالكهرباء. طبعا انت ممكن تقول له الراديو والريكوردر والتلفزيون و ريفريجريتورز، تاخد اي جزء من، اخد اي جزئين من الاتنين اللي هو بيشغل بيهم التلاجات او الغسالة او التلفزيون او الريكوردر او الراديو، كل دي حاجات بيشتغل بالكهرباء. choose the correct answer. ايه تاني؟ electricity plays an، نقط، بتلعب part in the in modern life، بتلعب دور قليل ولا unnecessary، غير ضروري ولا important، اكيد بتلعب دور هام في الحياة الحديثة. we use electricity to drive، احنا بنجيب الكهرباء وبنستخدمها علشان نقود بيها ترينز، زي ما احنا قلنا اخدناها من قطعة، مش عشان نقود بيها البايسيكلز اللي هي العجلات او الباصز اللي هي الاوتوبيسات. there are not equipment run by electricity in the bus، في حاجتين او تلاتة او ستة مذكورين في القطعة، تمام، بيشتغلوا run by electricity in the passage. كم جزء؟ تعالوا نعدهم مع بعض، نعدوا الكام جزء. طبعا هو قال نمرة واحد بتدينا اللايت، تمام، وبتشغل لنا الماشين وورك. people have learned they get light and heat from it. بعد كده they use it to drive trains، ادي واحدة trains and work radio راديوز، ادي اتنين الراديو، تمام، تلاتة ريكوردرز، واشنج ماشين اربعة، ريفريجريتور خمسة، تلفزيون ستة، يبقى ستة. خلاص، يبقى اذا الراجل دوت طالب مني ان انا احط الجزئية دي رقم ستة هنا. في هذا السؤال هنعلم على نمبر 6. خلاص، بعد كده هنقول اخر سؤال في القطعة، electricity is used in نقط buildings، القديمة او ولا الانسنت ولا المودرن. لا، هو قال لك القطعة ان هو بيستخدمها في المودرن building، يعني كله من الايه، كله من القطع. بعد كده سؤال مهم جدا، terminology، fill in the space with words from the list، اعطيني بعض الكلمات الانتنة قلت لك عليها، الهوائي، future، المستقبل، concrete، الخرسانة، ها، dimensions، وكلمة dimension يا ولاد اللي هي الايه، الابعاد، فوليوم الحد، بيقام يصبح فليكسيبل مالي. بيقول لي نقط اوف ذا فان از اباوت 15 كيوبيك مترز، مين بقى اللي هو بيتقاس بالكيوبيك؟ لازم انا اعرف اللي بيتقاس بالكيوبيك هو الفوليوم، هو مين الفوليوم؟ حط تحت خط تحت الفوليوم وانتوا عليه واحد، ده يجي هنا، تمام. بعد كده السؤال الثاني، rubber is a نقط material، تمام، الرابر بنقول عليه flexible material، مرن. خلاص، السؤال الثالث، if you cool water، اذا انت تلجت الميه، to zero celsius it will become، ستصبح ice، ستصبح ice. number 3، ستصبح ice، ستصبح تلج. سؤال رابع، how much gravel do you need to make the
قد ايه من الحصو او من الزلط انت محتاجه علشان تصنع مين؟ برافو عليكم، برافو عليكم، كونكريت، الخرسانة، كونكريت. دي أربعة، دي أربعة. آخر سؤال في الترمينولوجي، which phone do you need, do you want, which phone do you want، أي تليفونات أنت عاوز؟ قال له the red one with the short، على الشورت أنتنا، هوائي قصير، هوائي قصير، with the short، بهوائي قصير، بهوائي قصير. بعد كده هنسيب الباراجراف، تمام، هنقوله في وقت آخر، هنقوله في وقت، في جزء آخر، يعني نخلي له حصة مستقلة بذاته، تمام. هنخش بعد كده على طول للجزئية اللي هي الشورت كومبرهنشن. يعني ايه شورت كومبرهنشن يا مستر؟ يعني بيجيب لي قطعة كده صغيرة، تمام، ويقول لي ايه، طلع منها الاجابات دي، طلع منها الاجابات دي. نشوف كده هو عاوز ايه. ريد ذا تكست، اقرا، شايف التكست ايه؟ سطر اتنين تلاتة كده. ريد ذا تكست then complete the table، عطيني التابل. خلاص نقرا الاسئله الاول. the table is made of، يبقى عايز الترابيزه دي مصنوعه من ايه. the height is، الارتفاع بتاعها قد ايه. the length is، الطول. the table has a، هي لديها كذا حاجه. تعال نشوف بقى من القطعه، خد بالك. the table is made of wood، يبقى made of ايه؟ اجي هنا كاتب ايه؟ wood، اللي هي فين؟ اللي هي الكلمه دي اهي، الكلمة دي سهلة جدا. طيب the high is، بص خد بالك، it is 66 centimeters high، يبقى هنا the high is هنكتبه له هنا بس كلمة ايه، ها، 66 centimeters، اللي هي دي بس، بس خلاص. نمسح بقى الزيادات عشان محدش يتلخبط، 66 سنتيمتر دي نقلها هنا بس، هو ده اللي عايزني. طيب عايز ايه نمره 3؟ ذا لينث از، خد بالك اهو، اند 2 مترز ان لينث، يبقى انا هنيجي نكتب ايه، ها، 2 مترز بس، هو ده اللينث، ده الدور. السؤال الرابع، ذا تيبل هاز، ذا تيبل هاز ا نت، عند فيها شبكه، يبقى دي تلبيزه ايه؟ تلبيزه بنج مثلا، خلاص، يبقى النت دي، يبقى هاز ا، حاطين هنا كلمة ايه؟ نت، بس كده خلاص. يبقى كده في خلص السؤال. ودلوقتي ميعادنا مع الترانزليشن، هو اخر سؤال في الامتحان، بيجي عبارة عن ثلاث جمل باللغة الانجليزية، مطلوب مني ان انا اعمل لها ترانزليت انتو ارابيك، تمام، بيقول لي اختار اثنين بس، تو اونلي، اثنين ثلاثة، ويقول لي اختار اثنين فقط. وبيديني ايضا جملتين باللغه العربيه، ويقول لي ترانزليت انتو انجلش، ويقول لي ترجمهم الى الانجليزيه، ويقول لي وان اونلي، يعني انت لو ترجمت واحده فقط لغير يبقى هتاخد اجابتك كامله، تاخد الدرجه بتاعتك كامله. طب تعال نشوف كده، اول جمله ترانزليت انتو عربيك، بيقول لي ذا توتال فوليوم، كلمه توتال فوليوم الحجم الكلي اوف ذيس بوكسز، من هذه الصناديق، is 15 cubic meters، ويكون 15 متر ايه، مكعب. وانا كتبت لك الجمله هنا اهي، الحجم الكلي لهذه الصناديق هو 15 متر ايه، مكعب. the total volume، الحجم الكلي of these boxes، لهذه الصناديق، is 15 cubic meters، 15 15 cubic meters، متر مكعب. الجمله الثانيه، an electric drill، المثقاب الكهربي، اذا ماشين، هو آلة، يوزد فور ميكينج، بيستخدم لعمل هولز، الثقوب ان سامسونج، سامسونج في اي حاجة يعني، تمام، في الاشياء. المثقاب الكهربي هو آلة تعمل الثقوب في شيء ما، ممكن تعمل في الخشب، في الود، وممكن تعمل في الوول، الحائط، وهكذا. الجملة الثالثة، رابر اذا فليكسيبل ماتيريال، از ات كان بي بنت،
can be bent بسهولة، ممكن إن هي يتنه بسهولة. تمام. rubber is a flexible material، هو مادة مرنة. as it can be، هو ممكن إن bent ينحني أو ينثني easily بسهولة. بعد كده يبقى احنا واجب علينا ان احنا نشوفه ال translate into English، وهنا في كلمة هنا ناقصة، هي لابد من استبدال هذه الأجزاء المكسورة حالا. لابد من يا ولاد بنقوله ايه؟ ها this broken parts، هذه الأجزاء المكسورة must be، اهو شايف، يجب ان must be replaced، تستبدل immediately حالا في الحال. These broken parts، هذه الأشياء أو الأجزاء المكسورة must be replaced immediately. في المستقبل in the future، في المستقبل in the future، سيستطيع الإنسان الهبوط على كوكب المريخ. Humans can land on Mars. Humans can land on Mars. كده يبقى انتهى الامتحان، فاضل لنا بس حتة الباراجراف احنا مخصص لها حلقة لوحدها. اتمنى لكم التوفيق والتفوق. كان معكم مستر انور اسماعيل من الاسكندرية، شكرا والى اللقاء.